للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من واشنطن هديل عويس الكاتبة الصحفية. أستاذة هديل، أهلا بك معنا، ونسألك قبل 8 أيام من انطلاق التصويت في الانتخابات الأمريكية، كيف يبدو لك المشهد الآن في ظل تصاعد حدة التراشق بين ترامب وبايدن، وما هو تأثير ذلك على توجهات الناخبين؟ نعم طبعا، اليوم هناك حالة انقسام كبيرة في الولايات المتحدة. هناك حتى اليوم أكثر من 60 مليون أمريكي شاركوا في الانتخابات المبكرة. كان هناك تمكين الناخبين المشاركة بشكل مبكر هذا العام حتى لا يكون هناك ازدحام كبير في يوم الانتخابات بسبب انتشار وباء كورونا، وبالتالي معظم الناخبين أصلا كانوا قد حسموا أمرهم قبل يوم الانتخابات، قبل أن حتى المناظرة الأخيرة التي جرت بين جو بايدن والرئيس ترامب بسبب حالة التوتر العرقي في الولايات المتحدة، بسبب الكثير من المتغيرات لأن هناك انقسام كبير وغير مسبوق على شخصية الرئيس ترامب. وبالتالي هناك أصوات كثيرة اليوم تذهب، هناك الكثير من الناس أرقام غير عادية غير مسبوقة في تاريخ الانتخابات الأمريكية تشارك في هذه الانتخابات بسبب الانحياز وطرف ضد الآخر ورغبة فعلية بتغيير الوضع، خاصة أن هناك اليوم الجائحة وباء كورونا أثرت ليس فقط على الواقع الصحي في البلاد ولكن أيضا على الواقع الاقتصادي. هناك ملايين الأمريكيين فقدوا أعمالهم، وبالتالي كل طرف يعول على ناخب مرشح دون الآخر. هناك حشد كبير من الديمقراطيين وضغط لكي يخسر الرئيس. هنا أستاذة هديل، هناك استطلاعات رأي تشير حتى الآن إلى تفوق بايدن بنسب ملحوظة، إلى أي مدى يمكن التعويل على نتائج تلك الاستطلاعات، لا سيما وأن الولايات الحاسمة مثل فلوريدا وبنسلفانيا يبقى فيها الوضع متقاربا بشدة؟ نعم، هناك 3 ولايات اليوم، هناك فلوريدا صحيح الوضع فيها متقارب وفي بعض الأحيان أيضا يميل لرئيس ترامب، هي ولاية هامة يحتاجها فعلا رئيس ترامب لكي يفوز في الانتخابات، ولكن هناك أيضا ولايات مثلا فاز بها رئيس ترامب مثل ولاية ميشيغان، هي أكثر الولايات التي فيها جاليات عربية ومسلمة في كل الولايات المتحدة، ولاية ويسكونسن. هذه الولايات اليوم نرى من الأرقام ليس فقط من استطلاعات الرأي ولكن أيضا من الأصوات المبكرة التي للناس الذين أدلوا بأصواتهم، هناك إقبال غير مسبوق على المرشح الديمقراطي، وبالتالي هناك فرص كبيرة صحيح لفوز جو بايدن. عادة معظم الرؤساء الذين حكموا أمريكا لدورة انتخابية واحدة تم انتخابهم لدورة انتخابية ثانية، وبالتالي حظوظ ترامب الطبيعية هي حظوظ كبيرة، ولكن أيضا هو من أقل الرؤساء الذين فعلا هو مهدد بأن يخرج من البيت الأبيض بعد دورة انتخابية واحدة فقط. الولايات المتحدة في الأيام الأخيرة سجلت أرقاما قياسية في الإصابات بكورونا، برأيك ما هو انعكاس ذلك على وضعية ترامب الذي يتهمه بايدن بالعجز عن مواجهة الجائحة؟ صحيح، اليوم هناك أعداد الإصابات غير مسبوقة منذ أن بدأ الفيروس بانتشار في الولايات المتحدة. مثل ما ذكرت، هذا لا يعني أنه فقط الواقع الصحي متأثر، هناك توتر اجتماعي في الشوارع الأمريكية، هناك التوتر الاقتصادي كبير، هناك من يرى أن رئيس ترامب فشل في معالجة وباء كورونا، كان يجب أن يكون أقل حدة في تأثيره على الولايات المتحدة وعلى الاقتصاد الأمريكي. هناك رئيس ترامب يروج لأن الإعلام الديمقراطي يضخم من مسألة انتشار كورونا، وبالتالي هو بالمحصلة هو يضر رئيس ترامب لأنه حدث في عهد رئيس ترامب، لأن كل هؤلاء الناخبين يفقدون أعمالهم، يتأثرون اقتصاديا، يتأثرون في عهد رئيس ترامب. هذا يحفز كثير من الناس ليخرجوا ويصوتوا، ولكن أيضا يجب أن نستهين بالقاعدة الجماهيرية الكبيرة لرئيس ترامب المتمسكة به، وهي قاعدة يسموها قاعدة وفية، هي لن تغير رأيها برئيس ترامب. الأستاذة هديل العويس الكاتبة الصحفية كنت معنا عبر الهاتف من واشنطن، شكرا جزيلا لك.